السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت بتتجول في موقع الإنترنت، ممكن بعض المواقع عجبتك أو بعض الصفحات، فتقدر أنت تحتفظ هنا باللينكات اللي أنت عايزها، مثلا تعمل بحث معين، ففي كذا موقع ممكن يفيدوك بعد كده، فبدل ما تدور عليهم تاني وتعمل إعادة تدوير وتدور تاني وتالت ورابع، لأ أنت ممكن تحتفظ بها هنا. الصفحة بكل بساطة هتيجي هنا وتقول له إن أنا عايز أعمل آد لملف أو عايز أعمل أبلود لفايل. اد هتديله بس اللينك اللي انت عايزه، مثلا دوت اهو، تقول له سيف، هو بقى يحتفظ بيه هنا، بحيث ايه ان في اي لحظه تقدر ان انت تلاقيه، تقدر تكتب نوتس عشان تقدر توصله تاني، وممكن تحطه في مجموعات، في كذا مجموعه هنا بحيث ان انت تقدر برضه تلاقيه بسرعه، وممكن تحط له مثلا فيفورت، وممكن تحط له تنبيه معين بحيث ان انت يبقى عندك الموقع اللي انت عايزه. فده بيفيدني كتير جدا، يعني اهم الصفحات واهم الفيديوهات اللي انا عايز ارجع لها تاني بقدر ان انا الاقيها بسهوله، دي الارتكلز، المقالات اللي موجوده، الفيديوهات، اللينكات، وهكذا. دول بقى على هيت ليست او على هيت كروت او على هيت هيدلاينز، وتقدر تعملهم اكسبورت ك HTML او CSV ملف اكسل او على هيئة تكست.